سبحانه وتعالى بلطفه تنكشف الشدائد، وبالتوكل عليه يندفع كيد كل كائد. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، الظاهر الباطن القادر على كل شيء. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على المختار رحمة للعالمين بشيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم وننقل لكم شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان. نستقبل بعد أيام شهر الخير والرحمة والبركة، شهر العتق من النيران، شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير. ننقل لكم صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة المباركة، رحاب مسجد النور الكبير بقرية المنصورية، مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بمناسبة افتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله، وذلك في إطار إحياء محافظة الجيزة لعيدها القومي. ننقلها لكم على القناة الأولى والقناة الفضائية والنيل الثقافية وبعض القنوات الخاصة. إخوة الإيمان، ذكرى احتفالات محافظة الجيزة، ذكرى قرية تصدت للاحتلال الإنجليزي بالفؤوس، فخلدت تاريخ نصرها عيدا قوميا، وتحتفل محافظة الجيزة في هذه الأيام بهذه المناسبة العزيزة. خير استهلال لشعائر صلاة الجمعة القرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن واستمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى آيات بينات من القرآن الكريم لما تيسر من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي وكانت خير استهلال لنقل صلاة الجمعة من مسجد النور بقرية المنصورية منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. الآن إلى صلاة الظهر والشيخ بلال مختار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح، هيا على الفلاح. الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الظهر من يوم الجمعة في مسجد النور بقرية المنصورية بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لكم عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة هذه الجمعة الطيبة المباركة، الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، ونحن نستقبل شهر رمضان بإذن الله. ننقل لكم هذه الصلاة التي يحضرها الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والسيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد اللواء محمد حمزة داود المستشار العسكري، في ضيافة السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الذي نحتفل معه ومع محافظة الجيزة بعيدها القومي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد كل أيامنا على مصر الغالية ومحافظات مصر كلها بالخير واليمن والبركات. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نودع شهر شعبان بنفحاته وخيراته، نقف على عتبات شهر كريم مبارك، شهر الرحمة والغفران والعتق من النار، شهر القرآن، شهر رمضان الكريم، شهر اليسر والذكر والشكر. نحن على عتبات هذا الشهر الكريم، يجب علينا أن نستقبله بقلوب مخلصة نجمع فيه بين الأمل والرجاء. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يعتلي المنبر لصلاة هذه الجمعة ليلقي الخطبة التي تدور حول نحن على عتبات الشهر الكريم بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تبلغنا هذا الشهر الفضيل بخير ويمن وبركة وأمن وعافية وسائر بلاد العالمين. وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل في هذا الشهر الكريم عتقاء من النار عند كل فطر، وذلك في كل ليلة. نسأل الله العلي العظيم أن نكون منهم. وبعد، فقد كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والصالحون من بعدهم يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، ويهنئ بعضهم بعضا بقدومه لما فيه من الفضل العظيم والثواب العميم
حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات. ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. هذا هو شهر النفحات والرحمات والخيرات والصالحات. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا إخلاصا لله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى الرغم من كل الظروف التي يمر بها العالم ومن إجراءات التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، فما زال فضل الله علينا عظيما وواسعا. فلنفرح بقدوم هذا الشهر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فإذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرغم كل ما يعيشه العالم لم يمنعك أحد من الصيام. وبفضل الله بيوت الله عامرة مفتوحة، لم يمنعك أحد من القيام، سواء بالضوابط التي أعلنتها الوزارة لصلاة القيام أو بالقيام الحقيقي في بيتك. اجعلوا بيوتكم طاعة ولا تجعلوها كالمقابر. إذا كنا حددنا وقت القيام ففي بيتك متسع للقيام. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، لم يقل من قام رمضان في المسجد، وإنما قال من قام رمضان على الإطلاق. بل إن عبادة الإنسان قيامه الليل في بيته أقرب إلى الإخلاص وأدعى للتقوى وأشق، وأفضل الأعمال أشقها. ربما يستسهل بعض الناس الصلاة في جماعة يصلي مع المصلين، ولكن إذا أراد أن يقوم في بيته ربما غلبه الشيطان. فعندما يقاوم الشيطان ويصر على قيام الليل فهذا باب عظيم من الإخلاص لم يمنعك منه مانع. إذا تحظيت ليلة القدر، ما الذي يمنعك منها؟ الخير ما زال مفتوحا، وأبواب السماء ما زالت مفتحة، ورب العرش رحمته واسعة. حتى من حبسه المرض أو حبسه العذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ثواب ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومع ذلك لم يمنعنا مانع على الإطلاق من عمل الخير. بل إن أعظم القربات في هذا الشهر العظيم الذي أؤكد عليه، إذا أردت بابا واسعا من أبواب الرحمة، أعظم أبواب القربات في هذا الشهر العظيم هو إطعام الطعام والبر والصلة والإنفاق في سبيل الله. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس قاطبة، لكنه كان أجود ما يكون في رمضان. ويقول سيدنا عبد الله بن سلام: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنظرت في وجهه فعلمت أن وجهه لا يمكن أبدا أن يكون وجه كذاب، فكان أول ما سمعت منه أن قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفسوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. صلي قيام الليل في بيتك والناس نيام أعظم أجرا. أطعموا الطعام وأفسوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما في هذا الشهر الكريم فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وهنا معنى يجب أن نوضحه،
وبخاصة في هذا الشهر الكريم وفي ظل الظروف التي نعيشها. بعض الناس يضيق واسعا ولا يفهم المقصد من الحديث النبوي، فيظن أن الإفطار فقط أن تأتي فقط كما يفعل بعض الناس عند الطرقات، يقف ببعض طمرات يعطي هذا طمر. هذا جيد أن تطعم المرة وابن السبيل وعلى الطريق ولا ننكره، لكن لا تضيق واسعا. ليس المقصود بإفطار الصائم أن تعطيه فقط تمرة أو شربة ماء أو كوب عصير ليفطر عليه، لا، إطعام الطعام في رمضان وإفطار الصائم أوسع من ذلك بكثير. سواء قدمت طعاما مطهيا أو مطبوخا، أو دعوت فقيرا للإفطار، أو أعطيته الطعام حبا، أو أعطيته كما يسمى بالشنطة الغذائية أو كرتونة إطعام رمضان ووزعتها على الفقير ليستغني هو وأسرته، بل إنك إن أعطيت الفقير ما يكفيه هو وأسرته كان أفضل من أن تطعمه وحده. أيهما أفضل؟ أن تنصب مائدة مثل الإفطار فيأتي شخص واحد ويترك زوجه ويترك أبنائه ويأتي وحده للمائدة، أو أن تعطيه ما يكفيه ويكفي أسرته؟ لا شك أنك عندما تعطيه في بيته تعطيه معززا مكرما، تعطيه ما يكفيه ويكفي أسرته، وتحفظ ماء وجهه، لأن بعض الناس حتى يتحرك أن يذهب إلى الموائد العامة، وهؤلاء هم المتعففون الذين لا يسألون الناس إلحافا. وليس شرطا أن تعطي ذلك في صورة شنطة غذائية أو كرتونة غذائية، ولكن يمكن أن تعطيه من المال، من المال ما يغني عن السؤال في هذا الشهر العظيم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم في هذا اليوم في يوم العيد، فنأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أغنوهم في هذا الشهر، أغنوا الفقراء عن السؤال في هذا الشهر. وعليكم بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. هذا شهر الإطعام، وليس معنى الإطعام فقط أن تعطي الفقير التمرة أو أعطيه مائدة. وإذا كانت الظروف قد منعت الموائد حفظا على الأنفس ومنع لانتشار العدوى، فإن الباب الأوسع والأعظم أجرا من الموائد 100 مرة أن تدفع للفقير سواء نقدا أو ما تعطيه سلعا تغنيه هو وأسرته. باب الخير ما زال واسعا، وعليك أن تعلم أنه ما من يوم إلا وينادي ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. أختم حديثي مع حضراتكم بثلاث نقاط عجلة. الأولى نريد ألا يكون بيننا، ألا يكون بيننا ولا في مجتمعنا في هذا الشهر الكريم جائع ولا محتاج ولا مسكين. كل أهل قرية، كل أهل نجع، كل أهل عزبة، كل أهل منطقة، كل أهل حي على أغنيائهم أن يقوموا بفقرائهم، فإن الله عز وجل قسم أقوات الفقراء في أموال الأغنياء. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. غني اليوم قد يكون فقير الغد، وفقير اليوم قد يكون غني الغد. ألم ترى أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغنى يخشى عليه من الفقر؟ المال مال الله، الله يقول في كتابه العزيز وآتوهم من مال الله، أنت مؤتمن، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وإستأذن ربكم لئن شكرتم
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعمة ألا يكون إلى جارك جائع أو مسكين أو محتاج وتنام أنت شبعان وهو جائع. الرسالة الثانية: الالتزام بالإجراءات الاحترازية. حرصت الدولة على التوازن في جميع الجوانب بين مسيرة الحياة الاقتصادية وإقامة الشعائر الدينية والحفاظ على حياة الناس وصحة الناس والعمل بالأخذ بالأسباب الشرعية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الناس. يجب علينا، اتخذت الدولة إجراء بفتح المساجد، بيوت الله مفتوحة وستظل بإذن الله مفتوحة، ونسأل الله عز وجل أن تبقى مفتوحة. ولكن من يحب بيوت الله عليه أن يلتزم بالكمامة، بالمصلى الشخصي، بإجراءات التباعد، لأنك إن تسببت في غلق بيت الله فكيف ستلقى الله لأنك لم تلتزم. وهنا نؤكد الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب شرعي وصحي، ونؤكد إذا كنت ما دام بيت الله مفتوح فلتحافظ عليه. وليكن هناك رأي عام، إذا وجدنا إنسانا لا يلتزم ننصحه بالالتزام حتى يبقى بيت الله مفتوحا للجميع دون أي مخالفات، فنجمع بين إيمانيات وروحانيات هذا الشهر العظيم وبين قضاء وبين الحفاظ على الصحة العامة. آخر ما أختم به، الحق يجب أن يقال، وبمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة وفي طريقنا إلى هذا المسجد وما لمسناه من روح إيمانية ووطنية ممزوجتين، فرحة بهذا المسجد يصحبه ولاء عظيم لهذا البلد الذي يبني ويعمر في كل مكان. في طريقنا إلى هنا رأينا الطرق والبنية التحتية والكباري الجديدة، وهناك أحد الشوارع في منطقة الجيزة ترس سابقا كان مخططا له أن يوسع من 1979، الآن يتم على أعلى مستوى حضاري. هذه أمور لها عقود كانت لم تنفذ، ثم تقوم الدولة بها في جميع الأماكن. ما لفت النظر ونحن في طريقنا على المتحف المصري الكبير الذي يحمل جانبا من جوانب هذه الحضارة، ربما لا نظير له في العالم عندما يتم افتتاحه إن شاء الله، لكن الذي لفت نظرنا في النقاش، قلنا نتحدث هذا المتحف ربما ينافس بل سينافس المتاحف العالمية الكبرى، ولكن في المتاحف الكبرى تجد جزء للمصريات وجزء لحضارات أخرى، أما متاحفنا فهي غنية بحضاراتنا المصرية لا تحتاج أن تزود بحضارات أخرى ولا أن تأخذ من حضارات أخرى، دليل على عظمة وحضارة وعمق حضارة هذا الشعب العظيم. معظم المتاحف الكبرى في العالم تجد فيها قسما للمصريات وربما قسم لحضارات أخرى، والدول عندما تنظم متاحف في هذا الحجم لا تستطيع أن تملأها أو أن تعمرها بآثارها الوطنية، فتحتاج إلى آثار عالمية. أما متاحفنا لا تستوعب كل ما في مخازن الآثار وما يكتشف لعمق وعظمة هذه الحضارة، فهي دولة بنت منذ آلاف السنين وستبني، وها ما يتم من بناء في مختلف المجالات سواء في بناء الحضارة سواء ما يتم في العواصم الجديدة في المدن الجديدة في تطوير المدن القديمة يؤكد أننا أمام نقلة عظيمة في تاريخ هذه الدولة، وأن الأحفاد ماضون على طريق الأجداد في صنع حضارة عظيمة لهذا الوطن تعمق الانتماء. فنهنئ أهالي الجيزة بالعيد القومي، نهنئ كل المصريين بما يتم على أرض مصر من روح لا تحتاج إلا إلى أمرين: مزيد من الانتماء، مزيد من الولاء، مزيد من العمل، ونؤكد أن رمضان شهر العمل لا شهر البطالة والكسل. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء، واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء إلى يوم الدين وسائر بلاد العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اشرح صدورنا للإسلام،
اللهم ارزقنا حسن الفهم لديننا، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، صلوا صلاة مودع. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وإياكم بكل خير، وأن يجعلنا في هذه الساعة من المقبولين. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام